اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه ويسعد اوقاتكم جميعا ان شاء الله. هيك رمضان مبارك عليكم. بلش رمضان يعد ايامه، يعني هلا صرنا تقريبا رح نوصل بنص رمضان ان شاء الله. هيك نعدي على الجميع بالخير. اليوم رجعتكم اليوم كمان طبق جديد من المغرب العربي، طاجين دجاج بالبصل والزبيب. هيدا اشتغلت انا، شفنا مع بعض عملنا قبل كم صحن مغربي، ورح كمل اليوم هيدا صحن وحتشوفه معنا اليوم. وحنعمل كمان جنبه صحن مقبلات اسمه زعلوك كمان مغربي، ورح نختمها ان شاء الله بمهلبية بالزعفران. خلينا نبدا مع طاجين الدجاج بالبصل والزبيب. اول شيء رح نحمر الدجاج، بسم الله مثل ما شايفين، حط الزيت دورة، نرمي صدر الدجاجي. الصدر الدجاجي او دجاج مقطع ما في مشكلة، صدر او فخذ ما في مشكلة. نحاول نعطيها للدجاجي اول شيء لون، مثل ما شايفين هلا بس تاخذ لون. رح احكي انا على الطاجين. طبعا الطاجين يلي مقاديه هو البصل اساسي فيه، الثوم اساسي فيه، الزبيب لازم ننقعه بالمي قبل شوي اساسي فيه، الملح وفلفل ابيض وزنجبيل وعود القرفه ضروري فيه، والحزمه العطريه. الحزمه العطريه رح ارميها انا مع البصل، شايفين شايفين اخذ لون. رح ارمي هلا الحزمه العطريه، رح ارمي البصل، اعطيه بصل منيح لانه هو بالبصل والزبيب مثل ما حكينا. رح ارمي الثوم، كمان عود القرفه، الملح، الفلفل الابيض والزنجبيل رشه زعفران او ممكن كركم، بس زعفران بيعطي نكهه بزيد على الاكله طعمه جديده. بنقلبهم كلهم مع بعض هيك مثل ما شايفين. طبعا لازم نرمي الزبيب هلا لانه بياخذ وقت. بنضف بنقلبهم شوي اول شيء. مع بعض بنضف لهم المي، بنخليهم ينطبخوا نحرك الخلطة كلها مع بعضها هيك بهالشكل اللي شايفينه، البصل والزبيب والدجاج والحزمة العطرية مع الثوم طبعا والفلفل، الفلفل الأبيض والجنجر، وبحط لها رشة، وأنا بحب الحر بس أهلنا بالمغرب كمان شوية حر. هلأ هيك طاجين دجاج رح خليه على نار هادية ينطبخ على مهله، ورح أبدأ أنا هلأ بعمل طبق المقبلات الزعلوك. رح أقلكم مقادير الزعلوك يلي هي باذنجان مشوي، بندورة، فلفل حر، بقدونس وكزبرة، وثوم أساسي مع هريسة، الهريسة يلي هي الشطة الحارة، هريسة
وشوية ليمون مخلل. رح أبدأ أنا مثل ما شايفين باذنجان بعد ما شويته قشرته رح أقطعه. شايفين هيك؟ بعد تقطيع الباذنجان مثل ما شايفين هيدا الطريقة هي، رح ابدا احط شوية زيت زيتون. الطاجين عم بلش ياخد الطبخ تبعه يبدا. هي نحط الثوم، طبعا الزعلوك لازم توم منيح عشان النكهة تكون قوية. بعطي الثوم شوي وقت ياخذ لون ولون ويعطي طعم، لما بيتحمر بصير لونه الذهبي ريحته بتطلع بالأكلة أكثر وبتعطي طعمه أكثر. خليه يعطي وقت شي بسيط. بضيف له الفلفل الحر، ضف له رشة بقدونس، كمان كزبرة، قلب الكل مع بعض، ضف له البندورة، آخر شيء الهريسة مثل ما حكينا الحرة. بنقلب الخليط كله مع بعض نشوف كيف. شوف ملحه اوكي هيك. هلا بعد ما طبخنا كل المقادير مع بعضها بننزل الباذنجان. هيدا الطبق المقبلات ممكن يتقدم سخن مثل ما هلا ما شفنا هيك، وممكن يتقدم كمان بارد. نطبخ الكل مع بعض، نعطيهم وقت، نعطيهم شوي طبخوا. طبعا الطعم حر لانه قلنا في هريسه وفي فلفل كمان اخضر، فالمقبلات طبق هيدا حر طعمته حر. اللي ما بيحب الحر زيادة هذا هو حر بقى ما بيضيف الفلفل. كما شايفين راح اضيف له رشة زيت بعد. نقلب الطبق وهيك تقريبا خلي شي دقيقتين بنطلع على الطاجين عم ينطبخ. بعد ما عملنا الطاجين عم ينطبخ الزعلوك صار جاهز. اعطونا فاصل وبنرجع لكم. رجعنا لكم هلا بعد الفاصل ومن عم رح نتابع شغلنا لحلقه اليوم. قلت انا رح انهي الحلقه بمهلبيه بالزعفران. مهلبيه بالزعفران مثل ما بتعرفوا حليب اساسي، حليب وسكر ونشا والتزيين.
شو ما عندك ست البيت، فستق حلبي، لوز مقشر، جوز الهند، الزعفران. طبعا نحن حكينا الزعفران اساسي فيها يلي هو هلا هون معنا هون. رح يخلي الحليب يبدا هلا يغلى، رح اضيف له الزعفران. الزعفران مثل ما شايفين نقعته قبل. عشان يحل مظبوط رح اضيف للحليب السكر بحسب الرغبة اللي بتحبها ست البيت واللي بتحبها لضيوفها. السكر ما يكون كتير، انا برأيي السكر يكون خفيف مشان اذا حبيت ست البيت تضيف عسل، تضيف اي شيء حلو عليها بيكمل الطبق. ضفنا السكر. هلا مثل ما شفنا هون رح نخلي الخليط رح يغلى على على النار. مثل ما حكيت على الطاجين دجاج بالبصل والزبيب، هلا انا رح شيل الدجاج من الصلصه اللي موجوده هون لانه الدجاج انطبخ، ورح اضيف شويه سكر على مثل ما شايفين. شايفين دجاج محمر. رح اضيف شوية سكر على هو لانه هو طريقة التعسيل معسل طبعا. شوية سكر على الخليط يلي هو البصل والزبيب مع عود القرفة هلا هيك مثل ما شايفين هون. نتركهم ينطبخوا مع بعض شوي، ونخفف النار طبعا مشان ما يحترق، وعطيه وقت بسيط. المهلبية هون بلشت، الحليب بلش يغلى، طبعا انتبهوا على النار، هلا رح اعطيها على الاخير مشان الحليب مي، وبضيف كمان شوية زعفران، نعطيه اللون مظبوط. بالنهاية لما بيغلى الحليب رح نجيب نشا وبكمية حليب كمان، حليب متبقية من اللي أنا كنت بدي أضيفه هون. ضيف للنشا بحرك النشا هيك لسه الحليب ما ابتدى. انا حكيت بالنسبه للحلو دائما، الحلو دائما له مقادير لست البيت. انا بحب اللي بيحب يسجل مثلا المهلبيه حليب 1 لتر حليب بيلزمه 200 جرام سكر، بيلزمه نشا 70 جرام وماء الزهر. رح نضيفه آخر شيء وتطبخ كل المقادير مثل ما شفتوا أنتو، ومنسكبها ومندخلها على البراد. ماء الزهر ضيف بسيط شوي، ماء الزهر كمان أو ماء الورد رغبة، في ناس ما بتحب رغبة. نقلبهم مع بعض. فيها شوي. هلا هون طاجين تقريبا، هيدا الطاجين صار جاهز عندي هون. الزعلوك صار جاهز بالصحن بس بنزينه. المهلبيه بالزعفران كمان شيء رح تبدا غليان، رح اضيف تبدا بالغلي، رح اضيف لها النشا، رح اسكبها. كل الأحوال بتمنى تكون هالأطباء عم تعجبكم، وإن شاء الله هيك عم تستمتعوا فيها ويكون لنا دور برمضان بحياتكم الرمضانية إن شاء الله. ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. هلأ هون بلش الحليب
يغلى، ما بدي انا خليه يفور، بدي ضف له النشا. النشا لي وحرك النشا، بيمسك الخليط لما ندخله على البراد وبصير قوامه ماسك مش انه سائل. مثل ما شايفين هلا شد طبعا بالبراد كمان حيشد اكثر. خليه يعطي شيء بسيط على النار، رح اسكب هلا. ما شايفين صار اشد، رح اسكب المهلبيه هون بالصحن هيدا. ما شايفين هون هيك، ورح ادخلها على البراد. عشان كثير حلو، كثير طريقه بسيطه وفورا، وبتقدم لست البيت لضيوفها شغله حلوه لذيذه ووقت كثير كثير قصير. هلا دخلنا على البراد، خليط ثاني شيله، بنشوف نكشف على كمان صار جاهز. يا سلام، إذا شايفين هيك كما شايفين. هلا راح كمان راح اسكبه بالصحن. على العموم، وهلا مثل ما شفنا عم نسكب الطاجين، كمل البصل مع الزبيب. مثل ما شايفين الزبيب، حبه الزبيب صارت اكبر، اخذت حجمها. خلي عود القرفه هون فوق الزيني. هلا هيك الطاجين صار جاهز عندي هون، والزعلوك راح زينه شويه، ضفت شوية ليمون مخلل وعود الكزبرة. هيدي مثل ما شايفين هيك الزعلوك وطاجن الزعلوك هون. هلا رح اطلع على مهلبية الزعفران، صارت جاهزة. مهلبية هون، منزين المهلبية لست البيت. شو بتحب زين؟ بتحب تضيف عشان نعطيه لون. المهلبية هيك، إذا عنا عندي عرق نعنع صغير للصحن بعطيه جمالية أكثر. وهيك بنكون اليوم قدمنا طاجين بالبصل والزبيب من المغرب، والزعلوك كمان مقبلات من المغرب، والمهلبيه بالزعفران مثل ما شايفين. واهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، وبنشوفكم حلقه جديده ان شاء الله.